سيد حضرتك وهو كاتب ومؤلف كتاب المكتبة والمجتمع بيحلم بأننا ننشئ المكتبة كما ننشئ المدرسة. المقولة دي منه عجبتني أو الحقيقة، يعني لو كانت المدرسة من الأهمية بمكان بحيث تبقى في كل مكان في الدولة وكل الناس لازم تدخل المدرسة، فبيحط معاها في نفس المرتبة المكتبة، لازم يبقى المكتبة موجودة في كل أنحاء الدولة وكل الناس تدخلها. عاوزة تعليق حضرتك على المقولة دي. أولاً أول تعليق أحب أقوله لك إنه الناس اللي بتحلم أحلام كبيرة وأحلام مش ذاتية وحلم للجميع، حتى لو خذلتهم الرحلة ورحل الجسد لازم الحلم يتحقق، بدليل إن هو حلم الحلم ده ولما ابتدينا نحط له نواه حطيناها من دلوقتي هو حلمها كده. فلو جينا نقول ان المكتبه تبقى زي المدرسه، شوف انت لما تتحط الاثنين في ميزان ده معناه ايه؟ معناه ان كل الناس ممكن تتعلم لكن مش كل الناس تقدر تكون مثقفه، ودي المشكله اللي احنا بنعاني منها، ان احنا بنخرج تلاميذ، التلاميذ دول عباره عن مخزن للمعلومات بيرددوه يا بالعافيه يعني باي طريقه، بس مفيش ثقافه، مفيش فكر، مفيش ابداع. يبقى انت ازاي انك انت تبقي حاسه انك هتلاقي مجتمع من غير ان المدرسه عباره عن تجميع معلومات؟ البلاد اللي بتبقى عايزه تتقدم والبلاد اللي هي بتبقى حاسه فعلا باحتياج كده بتحس انها لازم ان الاطفال دي تبحث هي وتشوف هي وتحب الحاجه دي وتحب القرايه، فبالتالي يطلع الابداع ويطلع الخلق ويطلع التقدم. مفيش تقدم الا لو حصل وحسينا بقيمه ان المكتبه زي المدرسه. قال أيضا بالنص نريد المكتبات لنتيح الفرصة أمام الجميع، يعني يمكن إحنا الحمد لله حاليا واضح قوي المكتبات منتشرة قد إيه في الدولة، ومن خلال طبعا مهرجان القراءة للجميع حسب ما كلنا عارفين. يمكن في ناس كان يبقى لها حجة إنه ما معهوش يشتري الكتاب أو يجيبه منين مصدره الحاجات دي، لكن حاليا احنا شايفين ان الفرصة فعلا متاحة امام الجميع، اي حد عايز يقرأ هيلاقي الكتاب في متناول ايده. فمطلوب ايه بقى من الناس اللي اتعملت هذه المكتبات او انشئت هذه المكتبات من اجلها؟ ما هي المكتبات دي لو اتعملت في الريف الطفل بتاع الريف او الفلاح ده هيروح عليه الا لو كنت حاطه له حاجة تكتسب، لو قلت له ازاي هتزرع وهتوفر ايه وهتشيل الدوده ايه، مش انت لازم تلاقي له مفتاح شخصيه تخشيله وينه؟ مش انت فاهمه وهو مش فاهم؟ فانت لازم تلاقي له الدخله اللي تكتسبيه، لان انت ما بتطلبيش من كل واحد ان هو بيقرا ان هو هيبقى اينشتاين وعالم، لا، انت واحد هيفهم ومسؤوليته انه يفهم الاخرين. يبقى انت عندك في الريف بتدخلي له بالجذبات، عندك للطفل تحسي ان هو لازم يبقى حابب الحاجه، ما هو مش فارق ان انا اقرا، ما انا ممكن اقرا بس ازاي احبها؟ عشان اوصل ان انا احبها لازم انت يا اللي يعني لازم تبقي حاسه ازاي تخليه يحبها. دي موضوع تاني. تيجي تلاقي ان اللي في الجامعه عايز مكتبه هيروح يبقى ايه في المجال؟ بص يلاقيه بيدور على حاجه تكون برضه بتخليه له افقه ضيق، ما بتديلوش مساحه ان هو يسال، لا تشوفي ايه اللي ممكن الشباب محتاج ايه عشان يلاقي كده، عشان المخ يوسع. مش يقول لك الدنيا بتنور مش بالعلم بس، ما احنا عندنا أمية ثقافية اعترفنا بيها أو ما اعترفناش دي موجودة، لا، المخ ينور ويبقى فيه إدراك حقيقي ويبقى فيه فهم، وساعتها المفاهيم بتاعت كل المعاني هتبص تلاقيها اتطورت وبانت على حقيقتها، مش زي ما حاصل دلوقتي. دلوقتي كل المفاهيم مختلفة لأنها معمولة في أفق ضيق جدا على قد ما يمكن. حضرتك قلتي كلمة عجبتني، بتقولي إنك تحببيه في القراية، الكلام عن الطفل طبعا وهو ده اللي بيهمنا رجل المستقبل. سمعت ان حضرتك مقدمه بحث عن كيفيه ترغيب الاطفال في القراءه، قدمتيه المدرسه او حضرتك اولاد حضرتك، فياريت تكلمينا عن موضوع بحثك بشيء من التفصيل. دلوقتي لما انا هاجي ابص الاقي الطفل ده مش عايز يقرا وفي سن كده متفاوت في سن المراهقه مثلا، تفتكري ان هو ممكن اقول له ايه؟ اقول له ان انا هجيب 10 من كل فصل يكتبوا قصه، كل واحد يكتب فيها جزء وهيحطها في المكتبه دي هتقول قصتنا، يبقى ده عايز يقرا ده عايز يقرا قصه ده، وبقى هو اول انتاجه واول انتمائه واول حبه للقرايه كان بتاعه هو. يعني اعمل منه كاتب، مش مهم انه يكون ولا مبدع. لا مش مهم، المهم ان واحد هيبقى مبدع وواحد بيكمله، ما هي الحياه كده. يعني يمسك القلم ويكتب بالظبط ويفكر ويناقش الفكره اللي هو قالها ويفرح لان انتاجه محطوط في المكتبه، دي احساس بكده. وحاجه تانية انك انت تبقي محسساه ان هو لما تيجي تطلبي منه موضوع انشا
قولي له ايه المشكله اللي قابلت واحد صاحبك وتحب تتكلم عليها، شوفي هيقول ايه. سواء بيعرف يكتب هيتهته هيقول كتير، وانت هتطلعي منه احاسيس كتير وخليتيه يحب، بدل ما هو مثلا بيسخر او بيتضايق خليتيه يحب الماده. قول له شفت موضوع الانشا بتاعك، يعني حاجات بسيطه جدا فيها انسيابيه بسيطه جدا، لكن مش عارفه احنا ليه ما بنروح لهاش بخط مستقيم، بنلف لها بطريقه صعبه يعني، معناها هي سهله. ده شيء جميل حتى لو كان موهوب وممكن يكتب، بساعده طبعا وبدفعه يعني. لكن حضرتك ذكرتي سن المراهقة، هنقول يمكن عشان ده سن أولادك ولا إيه؟ طب اللي أصغر من كده ممكن أحببه إزاي في القراءة؟ أحببيه إنه هو ذات، أنت لما تفتحي كتاب تلاقي طفل بص فيه ألوان وحاجات، هيقول لي الشجرة دي لونها أخضر ومش عارف إيه وكده، مكتوب إيه تحتيها؟ هتلاقي له حيوان، يعني هم الأجانب ليه نقوا حيوانات وكده عشان يشدوا الطفل؟ ما هم بيدولهم برضه انه مش عارفه القوي وده بيعمل مقلب في مين، ومن غيره من غير ما يحس بطريقه غير مباشره بيتعلم وكانه بيلعبوه، يعني ده اللعب بتاعه. لازم تخشي له بجاذبيه سنه، لازم هو يبقى حاسس انه مشدود، هو مش ممكن هيحب القرايه الا لو كان هو لوحده، يعني خلقت ربنا الخلايا بتاعته ندهت له كده ان هو ايه. انما انت دي مسؤوليتك انت، لانه انا هقول لك حاجه دلوقتي، كل الناس بتحب انها تزرع شجره جميله وبتحط بذرتها، لكن اهم واحد هو الجنايني، فمن دول الجنايني اللي هيروي البذره دي علشان تطلع فعلا ازهار وثمرات؟ دي المشكله. هو الحلم كان من 40 سنه، ليه ما مشيش كده؟ عشان ما كانش في جنايني. حول اهميه القراءه، مفيش شك ان القراءه مهمه، مهمه جدا لاسباب عديده عايزه اتعرف عليها من حضرتك، تعرفوها معانا يا استاذه مشان. شوفي القراءه جميله، حاجه بسيطه كمان قوي، ان القراءه خلت انه ايه، انه في خيال، انا بتخيل الشيء غير ما انت بتلبسي الخيال، يعني زي موحد وتقولي لي ده شكله كده، لا، الخيال لما يفترق مني ومنك، من الطفل ده للطفل ده، الرؤيه بتاعته مختلفه، لكن احنا وحدناها، ما بقاش فيه. وحدناها بمعنى ايه؟ بانك انت خلاص ما بقاش فيه قرايه، كله بيتفرج على التلفزيون ويشوف. حتى لو انت عايزه تجيبي قصه انت ما تخيلتهاش من زاويه هو الطفل شايفها ازاي، انت قلتها له هي كده. انما الكتاب ليه كان زمان بيخلق حاجات كتير، زي ما انت تتخيلي هواي دلوقتي هتركبي الطياره تروحي هواي، انما زمان كنت بتتخيليها، زي ما كانوا يقولوا على القمر، يقولوا كان جميل لغايه لما اكتشفوه. يعني الصوره اللي بيقدمها التلفزيون حجمت خيال الطفل؟ لا، الصوره اللي بيقدمها التلفزيون بيقدمها بنظره ولا الحدوته؟ يعني قصد حضرتك الحدوته؟ الحدوته طبعا، لان انت عندك في التاريخ بتاعنا ناس مخترعين وناس قدوه ورائعه، اما تيجي تتكلمي عليهم وكان روبرت مش تبص تلاقي الكلام حصل جاب، في حصل يعني فجوه بين ان الطفل يفهم وليه. طب ليه بتقدميها له بصوره كده؟ انت مش عايزاه يفهم القدوه، ولا عايزاه يفهم ان انت عاملاها ترجمه حرفيه؟ انت مش عايزاه يبقى بيقلد دول، ولا عايزاه بس يبقى حاسس ان في فلان وتبقى انت اديتي المهمه واديتي التمثيليه؟ لا، انت عايزه رد فعل، وعشان تدي رد فعل لازم تؤثري في الطفل. بس كنتي انت ما بتاثريش في الطفل، طب يبقى ازاي؟ انا عايزه اقول حاجه معلش، وليس دفاعا عن التلفزيون ولا برامج الاطفال اللي بيقدمها التلفزيون، لكن انا شخصيا بشوف تلاقي زميله مثلا حكت حدوته للاطفال، وبعدين اللي قاعدين معاها في الاستوديو، وبعدين ابتدت تسالهم استفدتي منها ايه، او استفدت منها ايه، اتعلمت منها ايه، طب ما ده في حد ذاته اشراك للطفل اهو، وبالتالي الطفل اللي في المنزل اللي بيتفرج اكيد مشغل هو كمان معاهم مخ ولا ايه؟ لا يعني انت بتتكلمي، لا ما هو اصل الصراحه جنبي مش هتنفع، لكن انا عايزه اقول لك ايه، انت بتقولي القصه او بتقولي الحاجه دي وبتشوفي ردود، طب ما انت برضه شوفي ردود فعل الاطفال. واحد يعني يا بيلحق يقول، يا واحد يا مش فاهم اي حاجه، يا واحد لا. انا عايزه اقول لك انه انت ما بتديش للطفل ان هو خياله الحقيقي، قليلين قوي وتلاقيهم على طول تقولي الطفل ده طبيعي وتعدى مرحله ان هو بيقول كده. فانا بقول لك يعني مثلا رد الفعل السريع باعتباره على الشاشه في وقت محدود في البرنامج، غير ما يقعد يقرا هو بنفسه ويكون بقى رد فعل على مهله، يعني ده قصد حضرتك؟ يعني الرأي مش عارفه. لا عايزه اعرف ان انت بتقولي بتأدي مهمه، لكن مش هي ردود فعلها زي ما انت عايزه، انت المفروض تعملي تجربه حقيقيه عشان تعرفي ردود الفعل بتاعت القصه اللي انت قلتيها، التجربه دي نجحت ولا لا، انما انت بتأدي المهمه.
قد تظهر ان هي ناجحه جدا، لكن انا شايفاها في ردود فعل الاطفال بنسبه ضئيله قوي، مش دي النسبه اللي زينا 93 ممكن نقدمها. يعني اذا حضرتك شايفه انه اذا ارى بنفسه وكان على مهله وتخيل على راحته، رد فعله ممكن يكون يعني نقول اكثر صحه مثلا من رد الفعل السريع؟ اكثر صحه وكمان مش كده. يعني انت لما تكتشفي طفل مبدع من طفل مش مبدع ازاي؟ انت تيجي تقولي له بتحكي له حاجه وتقولي احكي اتصورتها ازاي؟ اصل انا عايزه اقول ايه الابداع في اني بحكي له حدوته او هو بيقرا كتابه وبيكون فكره او رد فعل، ايه الابداع في كده؟ الابداع انه شغل خياله، انه شغل شغلته في كل الحالات. انا شغلته؟ لا ما شغلتيش خياله كده. انت الخيال جبتيه له انت. طب انا بقول لك علينا احنا كبار، انت اي فكره عن اي شيء لما بتشوفيها غير ما تقريها، مش انت بتقولي ليه هنحب اللي ليه اهميه القرايه؟ عشان ترجع قصوبه للخيال مره اخرى، عشان يبقى فيه انتاج، عشان يبقى فيه كل واحد له رؤيه خاصه، ما يبقاش الرؤيه محدده وبشكل معين، وعشان كده بيبقى كل حاجات تكرار وشبه. لا انا عايزه كل واحد يبقى له رؤيه، وساعه ما تحصل يعني اذا لا يجب ان يصرف التلفزيون او الشاشه، يعني تصرف الاطفال عن انهم يقروا بنفسهم. يعني ممكن يوجد ده جنب ده طبعا. لا ولما حتى يكون هيعمل برنامج لازم يبقى سائل انت تخيلتها ازاي؟ لما احكي له عن فلان انت متخيله ازاي؟ وانا بحكي برؤيه الطفل اللي هاثر فيه، بقى احط انا بقى الجزء التربوي، انما مش احطه ان انا عملت عمل للطفل. طب الطفل بقى فاهم ايه؟ يعني لو حكيت الحدوته بالصور ابقى قفلت على خياله. لا معناه كده الصور بس من خلال رؤيه الطفل هو لما هيتخيلها زي ما عملوا. اذا كان انا عندي بالفعل الكرتون او الفيلم المسجل او الكتاب اللي مرسوم فيه الصور وانا بعرضها، هي موجوده بالفعل. طب انا عايزه اقول لك حاجه، انت دلوقتي شايفه انه في سلبيات جامده في الجيل ولا مفيش؟ في سلبيات في الجيل اللي احنا عايشين فيه؟ يعني هو بالتاكيد بيبقى فيه طبعا، بس في ايجابيات. ماشي، ما هو في سلبيات وفي ايجابيات. طب دلوقتي انا لما اعترف ان في سلبيات مش هحاول ادور ايه السبب؟ طب انا لما اقول ان السبب من الاسباب انه ما عادش فيه لا ابداع ولا فكر، وان الدماغ كلها متوحده في شيء وكله ماشي كده في سكه واحده، اقول لك سبب من الاسباب ده. فانا عشان كده بقول لك انا عايزه يرجع تاني يبقى في رؤيه مختلفه، تحاوريني واحاورك ونتناقش ونتكلم والاطفال يتكلموا ويطلع اراء جديده وتطلع حاجه، عشان يبقى في تغيير. يا زمان يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني. ربطك يا زمان يا اواني يا مكاني.